إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ أول أخبارنا في برنامج المبادرة، حيث تابع دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع دكتور أحمد سلام الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، ودكتور معتز أحمد الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، تابعوا آخر الإجراءات والمستجدات المتعلقة بالمنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمية، والتي يتم تصميمها بالتعاون ما بين المحافظة ومركز المعلومات بجامعة الفيوم تحت إشراف الدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، والتي ستشمل كافة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يجرى الآن تنفيذها بمركزي إطصا ويوسف الصديق. خلال اللقاء استعرض الدكتور أحمد سلامة النسخة الأولى من المنصة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمية، والتي تم إعدادها وكافة البيانات والإحصائيات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يجرى تنفيذها بمركزي إطصا ويوسف الصديق، وأيضا كيفية دخول المواطنين على هذه المنصة وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على ما يتم إنجازه من مشروعات. طيب، عشان نعرف تفاصيل أكثر عن هذه المنصة وآخر إنجازات حياة كريمة في محافظة الفيوم، ينضم إلينا الآن عبر الهاتف دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. أهلا بك يا دكتور، يعني بعد التحية لو تحدثنا باستفاضة عن فكرة هذه المنصة الرقمية طبعا لمشروعات حياة كريمة في الفيوم. بعد التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين، طبعا فكرة إنشاء منصة رقمية لحياة كريمة نتجت أن احنا محتاجين يبقى في تواصل واضح ما بين الجهاز التنفيذي للمحافظة مع كافة المواطنين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ للتفاعل على المشروعات اللي بيتم تنفيذها، أو اللي يعني في الخطط المستقبلية في المراحل اللي بعد كده في حياة كريمة تبقى في منصة واضحة، المواطن والنائب والجهاز التنفيذي نقدر نبقى كلنا على يعني منصة واحدة شايفين المقترحات اللي موجودة يتم دراستها من خلال الأجهزة التنفيذية ومعدلات التنفيذ اللي موجودة في كل المشروعات، أو لو في مقترحات أو شكاوى نقدر كلنا نبقى شايفين هذا المشهد. طبعا التحول الرقمي احنا شايفين القيادة السياسية معنية بيه قد إيه، ومتابعة مشروع بهذه الضخامة الأساليب التقليدية أو الأساليب الورقية أو التعامل مع الإجراءات السابقة مش هتسهل في مبادرة مدتها الزمنية محدودة جدا. احنا يعني الأجهزة التنفيذية مضغوطة جدا انها تنفذ المبادرة في توقيتات المطلوبة. صحيح. فيها تحديات طبعا، لأن كافة المشاريع بتتعمل في نفس التوقيت بترتيبات زمنية محددة، لأن برضو كلها مشروعات ليست بالصغيرة، ده كان يعني حلم الريف المصري كله ان يبقى فيه هذه يعني الأعمال. فكان الفكره ان احنا نقدر نتعاون مع جامعه الفيوم متمثله في مركز المعلومات الجامعه وكليه الحاسبات والمعلومات، وعندهم الكفاءات يعني شباب فعلا على قدر كبير قوي من المعرفه والعلم والكفاءه. صحيح. قدرنا يعني الاجتماع الاخير ان احنا نشوف الاصدار الاول، وهو دلوقتي الدور التجريبي، ونبتدي نطلقه يعني خلال اسبوعين او ثلاث اسابيع بالكثير على شكل مجتمعي، يبقى فيه يعني فوكس جروب من المجتمع او يعني مجموعه يبتدوا يستخدموه، يشوفوا اليات استخدامه، ازاي نقدر نرفع الشكاوى، ازاي نقدر نرفع المقترحات، وازاي نقدر نتابع المشروعات اللي بتنفذ، الجهاز التنفيذي يبتدي يستخدمه ك طب دكتور معلش خليني اخذ من كلام حضرتك، هنتكلم عن الخدمات طبعا اللي بتقدمها وفكره الشكاوى وكل المقترحات وكل هذه الحديث، لكن دعني في البدايه اسال حضرتك عن الاليه اللي حضرتكم تبعتوها وحتى القياده السياسيه في مصر، يمكن هل ده هدف من اهدافه طبعا دعم اهداف الدوله وتحركاتها نحو التحول الرقمي؟ الفتره الاخيره يمكن كما حضرتك ذكرت كان في تحديات كتير قوي بتواجه ليس فقط مصر لكن حتى العالم اجمع، سواء طبعا الازمه الروسيه الاوكرانيه وحتى قبلها ازمه كورونا. مصر لم تقف في هذا الوقت، لكن كان هناك متابعه بصفه دوريه من قبل السيد الرئيس وحتى القياده السياسيه لتنفيذ كل هذه المشروعات القوميه، كان في تطوير في شتى انحاء الحياه المصريه سواء حتى الصحيه الاجتماعيه والاقتصاديه، ومنها طبعا مبادره حياه كريمه هذا المشروع العملاق القومي. الاليه اللي حضرتكم تبعتوها في هذه الفتره؟ طبعا احنا كان في تواصل يعني طول الفتره من 2020 ومع بدايه اطلاق المبادره وباقي المشروعات القوميه اللي الدوله المصريه بتقوم بيها. يعني حياه كريمه هي فعلا المشروع الاضخم في تاريخ مصر، ويمكن يعني العالم كله هيقف قدامه فتره ان شاء الله في مع انتهائه. ولكن يعني عدد المشروعات اللي كانت بتنفذ وما زالت بتنفذ وسماع الناس والتفاعل مع المواطنين والاجهزه التنفيذيه، لقينا ان الاحسن ان احنا مع سياق الدوله وتوجهات القياده السياسيه بالتحول الرقمي
الرقمي الكامل هيبقى وجود هذه المنصة المتكاملة، هتبقى ده المنصة اللي المواطن بعد كده حتى بعد انتهاء المبادرة هيقدر يبقى دي آلية التواصل المباشر ما بين المواطن والجهاز التنفيذي للمحافظة والشق البرلماني أو أعضاء مجلس النواب والشيوخ. كلنا شايفين طبعا نفس الحاجة، كلنا شايفين نفس التوجهات، كلنا شايفين نفس المشروعات اللي بتتنفذ، بنسمع بعض، بنتفاعل بشكل أسرع وأدق، وفي متابعة بقى دقيقة أكتر من المتابعات اللي كانت موجودة قبل كده وما زالت موجودة طبعا، ولكن بالأساليب التقليدية. كل ما قدرنا نسهل عملية وصول المعلومة والتفاعل معها وحل المشكلات والتفاعل مع المقترحات بشكل أسرع، الأداء التنفيذي كله للدولة هيبقى أحسن كتير. صحيح. وده يعني ماشي مع توجهات الدولة والقيادة السياسية في تسهيل الحياة على المواطن المصري للمواطن المصري. طيب دكتور أحمد، يعني هل كنتم متوقعين نجاح المبادرة بهذا الشكل؟ يمكن هي حققت نجاح كبير جدا وعملاق، ليس فقط طبعا على المستوى العربي أو المصري أو الأفريقي، لكن حتى على المستوى الإقليمي والدولي. يعني احنا في بداية 2020 عملنا جلسات حوار مجتمعي مع المواطنين في القرى في قلب الريف المصري أو في قلب الريف في الفيوم، اما كنا بنتكلم معاهم ونشوف أحلامهم وطموحاتهم وبنسجلها بمنتهى الدقة. دلوقتي احنا يعني بنشوف المشروعات بتنفذ على ارض الواقع بشكل، يعني في تحدي كبير للزمن وللظروف اللي العالم كله بيمر بيها. صحيح. اقتصادات العالم الضخمه يعني بيحصل لها انكماش، معدلات التضخم والتاثير السلبي اللي العالم كله بيمر بيه، ومصر عازمه انها تنفذ مشروعاتها اللي بتخدم ابنائها بشكل فيه اصرار وقوه، وده اللي مخلينا يعني مأمنين ان ده بيحصل. ما عادش الموضوع مش مجرد احلام ولا طموحات مواطنين او طموحات اجهزه تنفيذيه او وعود كانت سنوات قبل كده يعني مجرد وعود. احنا دلوقتي شايفين مشروعات ضخمه، مشروعات صرف صحه بتتعمل، مجمعات خدميه بتتعمل، تجهيز لرصف طرق، غاز طبيعي، كهرباء، كل مناحي الحياه، القطاع الصحي، الشباب والرياضه، المدارس، حاجات يعني فيها مشروعات خلصت وانتهت وتم استخدامها، وفي مشروعات يعني هنتكلم على مستويات تنفيذ تتخطى 90% في عدد كبير من المشروعات. أكيد. طبعا في تحديات لان المشروع فعلا ضخم جدا وفي تركيبات وترتيبات زمنيه للتنفيذ، بس ان شاء الله عازمين احنا يعني ان شاء الله هنخلصه في المده الزمنيه المهمة. دكتور أحمد، أخيرا يعني بعد كل هذه الجهود من طبعا من قبل الدولة المصرية وحتى القيادة السياسية في مصر في تطوير شتى أنحاء القطاعات المصرية بالنسبة للمواطن المصري على المستوى زي ما حضرتك ذكرت الصحي وحتى الاجتماعي والثقافي وحتى التعليمي، يمكن إيه أبرز الحاجات اللي لمستوها مع المواطن المصري سواء يعني في مصر بشكل عام أو حتى في محافظة الفيوم؟ يعني نظرة المواطن المصري لكل هذه الجهود الدؤوبة؟ المواطن بيكتسب الثقة، لأن المواطن وإحنا كمواطنين قبل ما نبقى تنفيذيين كنا بنشوف قبل كده ده المشروع ده هيتعمل في صرف صحي. يعني أنا لما جيت المحافظة كان في تحدي كبير في بعض القرى وبعض الأماكن ما فيش فيها خدمات صرف صحي. حاليا الوصلات المنزلية تم تركيبها، الشبكات اتعملت، محطات الرفع اتعملت في مكانها، ودي كان من ضمن الطلبات المتكررة. المدارس شكلها اختلف، نوعياتها اختلفت، يعني هنتكلم يعني في احد المدارس اللي انا زرتها في اقصى جنوب المحافظه مدرسه من المدارس الرسميه الثانويه معموله على اعلى مستوى يعني تنافس المستشفيات الخاصه، الوحدات الصحيه اللي تم تطويرها برضه على اعلى مستوى، المراكز الخدميه المجمعه اللي موجوده في الوحدات المحليه اللي هتبقى دي بديل عن يعني المواطن مش هيحتاج انه ينتقل من القرى عشان يحصل على الخدمات الحكوميه كلها معموله في القريه، هيقدر المواطن يروح للمركز المجمع للخدمات هيلاقي فيه كافه الخدمات الحكوميه المطلوبه، كل ده تسهيل على المواطن، والمواطنين دلوقتي شافوا ده بعينيهم مش مجرد احلام او طموحات او خطط مستقبليه، دي حاجات بتنفذ وموجوده ارض واقع يعني. صحيح. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، كنت معنا عبر الهاتف في برنامج المبادره، شكرا جزيلا لحضرتك طبعا.